السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل بيسمعنا. حل أقوام تعلماتي صفحة 26 في التربية الإسلامية سنة ثالثة متوسط. ضع جدولا تصنف فيه أسماء الكتب السماوية التي تعرفت عليها وما يقابلها من أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أنزلت عليهم مرتبة ترتيبا من الأول إلى الأخير. لدينا هنا الكتب السماوية والأنبياء والرسل. الكتب السماوية لدينا الصحف هنا على إبراهيم عليه السلام، والزبور سيدنا داود عليه السلام، والتوراة سيدنا موسى عليه السلام، والإنجيل سيدنا عيسى عليه السلام، والقرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يدل الإيمان بالكتب السماوية عفوا إيمان بالكتب السماوية كلها دليل على وحدة الرسالات السماوية وأنها من الله تعالى. بعد كل الذي عرفته من الكتب السماوية، هل يمكنك أن تستخرج علاقة القرآن الكريم بها؟ إنها خاتمها والجامع لها والمهيمن على ما سبقه من الكتب. إنها خاتمها والجامع لها والمهيمن على ما سبقه من الكتب. السؤال الرابع، ما هي واجباتك نحو القرآن الكريم؟ أجتهد في حفظ القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم، وفهم معانيه، لأنه هداية أو هداية الله لنا. أجتهد في حفظه وتلاوته وفهم معانيه لأنه هداية الله لنا أو هدية الله لنا. والمحافظة عليه طبعا. وحمايته وحفظه وتلاوته وفهم معانيه وتدبره. شكرا، إلى اللقاء.